بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تأمين إشقاق الوزير المستشار لدى وزارة الخارجية السورية نور الدين إبراهيم اللباد المشق عن النظام الأسدي بتاريخ 16/4/2013، حيث قام لواء مغاوير حوران بالجيش السوري الحر التابع إلى المجلس العسكري في المنطقة الجنوبية بتأمين إشقاق الوزير المستشار نور الدين إبراهيم اللباد وتأمينه إلى منطقة آمنة.